السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين يوميات محمد جمال. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نحب نذكر الله ونقول لا إله إلا الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة بنصور لكم حطة مترو الشهداء الخط الثاني بناء على طلباتكم وكده. زي ما انتم شايفين كده دي محطة الشهداء، زي ما انتم شايفين هادية طبعا، وهي محطة تبادلية بتربط الخط الأول بالخط الثاني اللي هو شبرا الخيمة المنيب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده المحطة هادية جدا، مفيش زحام، مفيش تكدس، يعني في راحة، في سهولة، في ليونة، في الراكب يعني يركب المترو بكل أريحية، ما فيش أي يعني أي عواقب قدام منه زي ما انتم شايفين كده. دي طبعا إعلانات الحيطة ديت، إعلانات تجارية والكلام ده كله. طبعا زي ما انتم شايفين كده طبعا القطار داخل علينا، يعني طبعا واقفين على اتجاه شبرا الخيمة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين القطار داخل اهو. طبعا هو المفروض ان المحطة دي تبقى زحمة، يعني هو المفروض المحطة تبقى زحمة. ليه بقى؟ لان محطة الشهداء محطة رمسيس بتبقى محطة يعني لازم أن تبقى زحمة، بحيث ايه اللي جاي من السفر، جاي من وجه قبلي، جاي من وجه بحري، الكلام ده كله، فبيصب على محطة المترو. الناس كلها والركاب بتنزل على محطة مترو الشهداء بالذات. ليه؟ اللي بيبقى جاي من هنا، من اسكندرية، من الأقصر، من أسوان، من كده كده كده، فبينزل ايه محطة مصر اللي هي محطة رمسيس، وبينزل يركب المترو وبيروح بيشوف هو رايح في يعني مكان وكده. فالمفروض انها تبقى زحمه زي ما حضراتكم شايفين كده، بس هي النهارده الدنيا هاديه اهي. حتى زي ما حضراتكم شايفين كده القطار معدي، ما فيش زحمه، ما فيش تكدس، الناس ماشيه بكل سهوله، ما فيش اي حاجه، في انتظام. وزي ما حضراتكم شايفين برضو في بعض من الركاب لابسين كمامات. طبعا الاجراءات الاحترازيه دي لابد منها. وطبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين هناك على الرصيف الثاني الشرطه برضو متابعه الموقف، يعني الشرطه مامنه المحطه جامد، مفيش اي شغب، مفيش اي اعمال عنف، مفيش الكلام ده كله، والدنيا جميله. طبعا المحطه زي ما انتم شايفين منوره جامد، الاضاءه بتاعتها جميله، الدنيا حلوة، ما فيش اي حاجة، وبرضو ما فيش زحمة، ما فيش اي حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا وان شاء الله باذن الله برضو تابعونا، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يجيله كل جديد، بحيث لو نزلنا اي فيديو يوصل له، لان الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله باذن الله هننزل فيديوهات كتيره، وبرده بنتابع برده ايه افتتاح الخط الرابع اللي ان شاء الله برده ايه هيبقى من جمال عبد الناصر. هنحاول نغطي لكم كل الاحداث باذن الله ان شاء الله يا رب، بس مستني باذن الله لما المرحله دي تفتح ان شاء الله، تفتح على خير يا رب. و فاللي بيشاهد لاول مره يشاهد الفيديو ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده القناه دي هتكبر بيكم انتم مش بي انا، فمستني دعمكم فضلا وليس امر. زي ما انتم شايفين كده احنا في محطه مترو الشهداء الخط الثاني اللي بيربط ما بين الخط الاول برضو اللي هو المرج حلوان زي ما حضراتكم شايفين. الناس برضو اللي واقف واقف واللي قاعد قاعد، مفيش زحمة زي ما انتم شايفين كده. الرصيف اللي هو رصيف المنيب اللي هو الرصيف المعاكس الناحية التانية، وطبعا الرصيف اللي احنا واقفين عليه دوت رصيف شبرا الخيمة. و
طبعا زي ما انتم عارفين كده ان كهربة المترو عامة اللي بيستقبلها المترو بتبقى من تحت من القضبان، من تحت القضبان الحديد دوت، غير طبعا الخط الاول تبقى اللينيا من فوق بيستقبل الكهرباء بتاعته من فوق، سقفية القطار والكلام ده. طبعا احنا صورنا لكم الفيديو اللي فات القطار الكوري الجديد، برضو موجود في قلب القناة عندكم، اللي حابب يتفرج على الفيديو، فيديو جميل وشيق، والمترو جميل جدا ويشرف، يعني حاجة بصراحة فخمة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ده القطار داخل علينا اهو. طبعا بحاول بقدر الامكان ان انا اقرب لكم الصوره بحيث الصوره تبقى واضحه زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده برضو احنا حسدنا المحطه ايه بقت زحمه، ده الطبيعي اكيد، يعني لان زي ما حضرتك قلت لكم في بدايه الفيديو ان لازم محطه الشهداء تبقى ازدحام. ليه؟ لانها المحطه دي يعني زي ما حضرتك شايفين كده عساكر الجيش والناس اللي بتسافر والناس اللي بتيجي والكلام ده كله بيبقوا جايين من محطة مصر، حتى سكة حديد مصر هي يعني المحطة الرئيسية. زي ما انتم شايفين كده برضو الدنيا جميلة، محطات المترو، يعني المترو بسم الله ما شاء الله المواصلة الوحيدة في مصر اللي السريعة الجميلة اللي المريحة اللي ما تتعبش فيها بصراحة، احسن طبعا من الميكروباصات بقى والاتوبيسات والكلام ده كله بره. فطبعا يعني المترو لا يقل يوميا عن حوالي 6 مليون شخص بيركب المترو، يعني رقم مش عادي او مش قليل. وطبعا اكيد حضراتكم عارفين ان لو المترو عطل ساعة الدنيا بتتقلب والبلد كلها بتتقلب، فالمواصلة الوحيدة في البلد مهمة جدا جدا جدا، فلازم برضو احنا نحافظ عليها ونحافظ على نظافتها ونلتزم نخش على شباك التذاكر، لان بعض الناس مش كل الناس بتخش على شباك التذاكر بهمجية وبتعامل الموظف اللي قاعد على شباك التذاكر بقلة قيمة وبصراحة بطريقة غير لائقة، لان انا شفت كده بصراحة. ف يعني ارجو من الناس وبعض الناس انها تعامل صراف التذاكر بليونة شوية وتتعاون معاه، لان هو قاعد لخدمة الناس وقاعد ان هو يعني بيخدم الناس، بس الناس مش حاطة ده في دماغها وبتحس ان هو يعني مش عارف اوصفها لكم ازاي، ان هو خدام عندهم يعني مش عارف، يعني احنا مفروض قاعدين لخدمتكم، مفروض تعاملونا باحترام وتعاملونا بكل يعني بكل ليونة والكلام ده كله وتتعاونوا معانا، انما بيجوا بصراحة يعني بصراحة مش عارف اوصف لكم بصراحة ازاي، يعني هو بعض الناس مش كل الناس بصراحة. فبرجو يعني من الناس اللي بتشاهد الفيديو وبيركبوا المترو يتعاونوا مع الصراف بتاع التذاكر اللي قاعد على الشباك ويحترموه شوية، بلاش ان هم يقلوا منه او يتطاولوا عليه في الكلام او الكلام ده كله، ويعني يتعاونوا معاه، يعني ازاي ما عندكوش فكه، ازاي مش عارف ايه، انتوا الحكومه، انتوا اللي مش عارف ايه، يعني انزل اجيب لك من تحت فكه، يعني مش عارف ايه. طب حضرتك اقعد استنى استنى، حضرتك هتيجي فكه، يعني ما فيش دواء، بيبقى الدنيا بتبقى المحطات بتبقى زحمه على شبابيك التذاكر، انتظر حضرتك خمسه كده وهتيجي الفكه، انما مالهوش لازمه الكلام ان انا انزل اجيب لك من تحت، يعني وانا مش عارف ايه، يعني وكلام ما اقدرش اقوله في الفيديو.
فطبعا يعني صرافين التذاكر دول شايلين عبء، شايلين زي الجمال بالظبط. فطبعا ده اكل عيشنا وده مصدر رزقنا، فلازم أن يكون عندنا صبر مع الناس، ده اللي احنا بنشتغل عليه. وعندنا برضو بنتحكم في اعصابنا عشان خاطر برضو ما نطلعش عن شعورنا، لان بيتقل مننا جامد، وامك وابوك والكلام ده كله. ف بعض من الناس الاقليه اللي هم المشاغبين، اللي هم اللي مش فاهمين حاجه، اللي هم كده 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 كده. فما علينا، خرجنا من موضوع المترو او المحطه اللي احنا بنصورها ودخلنا في موضوع تاني. ما علينا، بس كانت معلومه حابب ان انا اوضحها للناس. فطبعا اخواتي وحبايبي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه